عيد مبارك كل عام وانتم بخير ونقص صحيتنا للاخ الحميد طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومه الوطنيه. نعم. ونقول له كل عام هو بالف صحه وعافيه ونتمنى له النصر وان شاء الله نصر قريب. ان شاء الله ان شاء الله. بمناسبه عيد الاضحى المبارك اهنى الاخ القائد العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح بمناسبه هذا العيد وأهنئ إخواني المقاتلين المناضلين في جبهات القتال ونقول لهم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. وطبعاً أنا معدلي 97 علمياً جيت إلى الساحل الغربي لأضحي، يعني مستعد أن أفدي هذا الوطن بروحي ومستعداً، يعني ليس خسارة أن تروح رجل أو يد أو عين أو أي شيء في جسم الإنسان، فهذا قليل في حق الوطن، ونحن مستعدون أن نفتي هذا الوطن بكل شيء ما لدينا، ومعنوياتنا عالية وسنخرج الحوت هذا إن شاء الله قريب والنصر قادم إن شاء الله، ولن نخضع ولن نذل لهذا الحوت الجبان، ولن يعني نركع للظلم مهما كان. أنا أشكركم على زيارتكم وأشكر الأخ العميد الركن الفندم طارق حفظه الله ورعاه، وأنا أشكر كافة زملائي في ميادين القتال، ونحن الحمد لله نحن بخير وإن شاء الله إحنا عايدين إلى عندكم بسلامة الله ورعايته.